بالنظر للنسق وروح المسؤولية اللي راني نشوف فيها من خلال اللقاءات، لأن اللقاءات تصرى كل يوم، راي كل يوم فيه اتصالات ولقاءات وتواصل، ربما ما تكونوش على بالكم عبركم به، ولكن حسب واش راني نشوف ان شاء الله يكون الخير. هذا واش راني نقول لك، ونقروا ان شاء الله الخير، وماذا بينا يكون الخير. انت يا كصحفية ان شاء الله يكون ان شاء الله ما يديروش الاضراب، هكذا نتمناه ان شاء الله، هذا هو. ولكن نقراو الخير في عمالنا، واشارات كبيره منها هذا المبادره اللي خذوها هذه عمال الشركه الخطوط الجويه الجزائريه، اللي ترجع يعني الامل في النفوس، وتفوت الفرصه على كثير من الناس اللي يوصفوا العمال تاع الخطوط الجويه الجزائريه باللي مصلحيين، ويحوسوا غير على المصلحه تاعهم ولانتيري بارتيكولي تاعهم